السلام عليكم، مساء الخير. أتمنى يكون الجميع بسعادة وصحة، وأتمنى يكون جميع المستمعين فعلا في هناء الفترة الحالية. ومن أهم أسباب السعادة هي العلاقات الإنسانية، لذلك حلقتنا اليوم حتتكلم عن العلاقات في زمن الأزمات أو العلاقات في زمن الكورونا. العلاقات الإنسانية من أهم الأشياء اللي كرمنا بها كبشر عن بقية الكائنات الأخرى، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتميز بالعلاقات الإنسانية. حتى الحيوانات صحيح بيعيشوا في قطيع، بيعيشوا مع بعض، لكن بالنسبة لهم العلاقات الإنسانية ليست بهذه الأهمية. ما نقدر نقول والله إنه شخصية عن شخصية تختلف في موضوع أهمية العلاقة بالنسبة له. فالإنسان مهما اختلف نوعه، سواء هو كان منعزل أو اجتماعي، محيطه الاجتماعي كبير، أعزب، متزوج، طالب، يعمل، أجنبي، شرقي، جميع الأشخاص يحتاجون للعلاقات الإنسانية. فبالتالي حتى إحنا دائما نقول إيش، جنة من غير ناس ما تنداس. طيب، مع فكرة اللي هي الشعار السائد في الفترة الحالية، وهو شعار تباعد، شعارنا التباعد الاجتماعي، ابقوا في المنازل. هيحصل هنا إيش؟ هيحصل لخبطة، أو هيحصل صراع كبير بين الشيء اللي إحنا جبلنا عليه واللي إحنا حابينه والواقع الذي نعيشه فيه. فإذا هتصير في مشكلة كبيرة في العلاقة. خلينا في الأول نبدأ تعريف العلاقات، كيف تتكون، إيش المشكلات اللي ممكن نواجهها في حالة الأزمات، وبعد كده إيش بعض الحلول المقترحة. العلاقات الإنسانية عادة شيء هو متفاوت، متشابك، مختلف، ما له يعني مسألة حسابية معينة، ما له لوغاريتم معين. يعني ما أقدر أقول والله لو عملت أنت الشيء هذا ردة الفعل حتكون بالطريقة هذه. الإنسان هذا تزوج الإنسان هذه معناها نسبة نجاح زواجهم نسبة معينة، لأنها علاقات مختلفة تعتمد على كل من المعنيين بهذه العلاقة، وفي نفس الوقت ليها أبعاد تاريخية ويعني تراثية كبيرة جدا هي التي تؤثر على العلاقات الإنسانية. لذلك كثير من الناس اللي يعرفوني يعرف أني أنا يعني لا أحبذ موضوع الاستشارات الهاتفية، أو اللي هي البرامج اللي هي استشارة على التليفون، لأنه حيجيني شخص يتكلم لي عن علاقة مع شخص آخر ويقول لي إيش رأيك في الحل أو أعطيني حل. طب أنا كيف أعطيه الحل؟ أي مشكلة معنية دائما في طرفين أو ثلاثة أو أربعة معنيين في هذه المشكلة. مش بس كده، هذول الشخصين لكل واحد منهم ردات فعل مختلفة، تاريخ مختلف، حضارة مختلفة، ثقافة مختلفة، وضع صحي مختلف، وضع اقتصادي مختلف. مش بس كده، في بينهم أيضا موروث شعبي مختلف. يعني لما نقول مثلا المجتمعات التي تؤمن بأنه ظل راجل ولا ظل حيطة مثلا، يعني ما حقدر أتعامل معها مثل ما أنا أتعامل مع مجتمع آخر يعتمد فيه أنه والله المرأة تساوي الرجل في العمل و و و و. فأنا أحتاج أن أفهم الموروث الثقافي لكل شخص في العلاقة هذه عشان أقدر أساعدهم واحد. فخلينا نتفق الآن أنه العلاقة، أي نوع من أنواع العلاقة، هي معقدة، متشابكة، مترابطة. مش سهل بكلمة بالتليفون أعمل كده أو لا تسوي كده وبالتالي تتحل العلاقة. أحيانا حتى في أشياء بسيطة جدا من الإيماءات والتصرفات اللي إحنا نسويها تختلف من مجتمع إلى مجتمع، قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة. يعني كانت تجيني كثير في العيادة عندي في العلاج الأسري، لما الزوج يقول لزوجته هذه عملت كذا وكذا، وهي ترد عليه هذا سوى كذا كذا، بدون ما يطلق عليهم الأسامي. في بداية عملي كنت دائما أنزعج، أقول هنا المشكلة، هم ما بيحترموا بعض، هم بيتكلموا بطريقة سوقية مع بعض. لما جيت سالته قالت لي واحده من الزوجات، قالت لي انت ايش مزعلك يا دكتوره؟ هو يقول لي كده انا مبسوطه، ما هو مزعلني. فبالتالي احنا لازم نفهم حتى طريقه الكلام علشان نعرف كيف نعالج المشاكل الاسريه او اي مشاكل علاقه. طيب، حينما نمر بازمه معينه تختلف اشياء علينا كثيره، تبدا ظهور شخصيات مختلفه علينا، تظهر صورة أخرى للشخص اللي إحنا نعرفه غير الصورة اللي كنا نعرفها عنه من قبل. وبالتالي يحصل الضرر، ما يحصل الضرر فقط على الأشخاص المعنيين في هذه الأزمة،
بل للناس المحيطين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بمعنى خلينا نقول علاقة زوجية، هل يا ترى بس الزوجين هم اللي حيتضرروا في العلاقة هذه؟ لا بالضبط، حيتضرروا الأولاد، بس أنا أعتبر هذه الضرر يعتبر ضرر مباشر لأنه هم كلهم جالسين في بيت واحد، فضرر المشكلة بين الأزواج حتصير ضررها على الأولاد كمان. لكن في ناس متضررين برا الدائرة هذه، يعني أهل الزوج حيتضرروا، أهل الزوجة حيتضرروا، أصدقاء الزوج حيتضرروا، أصدقاء الزوجة حيتضرروا، وضعه في العمل حيضطرب. فما حتصير العلاقة فقط أو المشكلة حتصير بس بين الزوجين، لا حتصير أيضا في المحيط بالشخصين المتضررين. لذلك نرجع للبداية اللي قلناها، العلاقات كأساس هي متشابكة ومترابطة وملخبطة، ولما تحصل فيها أزمة تتعقد بزيادة وتصير فيه مشاكل أكثر. نرجع لأزمتنا، وضعنا الحالي وأزمة كورونا. إيش اللي عملته الأزمة في موضوع العلاقات البشرية؟ جميع النواحي، في البيت، في الشارع، في العمل، على جميع الأصعدة العلاقات تضررت. ليش العلاقات تضررت؟ أول حاجة فكرة التباعد، هذا أولاً. العمل صار من المنزل، الناس اللي كانوا بعيدين عننا، بعض الناس اللي كانوا بعيدين صاروا أكثر قرب، و24 على 7، زي الأزواج الأولاد اللي كانوا مثلاً بتشوفهم ساعات معينة في اليوم، صار 24 على 7 إحنا بنشوفهم. وفي ناس كانوا قرباء صاروا بعاد جداً، يعني مثلاً خلينا نقول زملاء العمل، كنا بنشوفهم أحياناً فترات طويلة، 8 ساعات في اليوم، 10 ساعات في اليوم، طول الأسبوع إحنا بنشوفهم، الآن ما بنشوفهم تماماً. هذا شيء. الشيء الثاني طبيعة العلاقات، الحدود اللي بيننا وبين بعض اختلف، معنى الصداقة اختلف، معنى الزمالة اختلف، معنى الأبوة والأمومة كلها اختلفت بسبب الاختلاف الاجتماعي والصحي المتواجد هنا. الموضوع الآخر إنه في فترة غير محددة زمنيا، يعني إحنا لحد إمتى؟ في مشاريع كثيرة مؤجلة، تخرج، زواج، عمل، نقل بيت، في أشياء كثيرة تضررت لزمن غير محدد. الأطفال اللي موجودين في البيت يشعروا بالملل، يشعروا بالخوف، عندهم أسئلة كثيرة ما بتتجاوب، في كبار سن إحنا خايفين عليهم، هذا كله عمل تأثير على العلاقات بشكل مباشر وغير مباشر في أزمة كورونا. طيب خلينا ناخذ بعض الأمثلة، يعني ما حقدر يعني نحيط بجميع أنواع المشاكل في العلاقات، لكن خلينا ناخذ مثلا مشكلة بين الزوجين، المشكلة مع الأولاد، المشكلة مع الأصدقاء. بعد كده اللي حابب في نهاية حديثي يحط الأسئلة، لأنه إذا سألته الآن ما حتظهر عندي بعدين، فللأسف ما حقدر أجاوبكم، فياريت نأجل الأسئلة لغاية آخر الحديث. طيب نتكلم الأول عن موضوع البيت والعلاقة اللي هي بين الأزواج. إيش اللي بيحصل؟ زي ما قلنا في ارتباط الآن مجبرين فيه، مهما كانت زوجين علاقتهم قوية، لكن بسبب الحجر العلاقة صارت قوية. قوية مو معناها شيء بوزيتيف إيجابي، قوية بمعنى إنهم متواجدين في مكان واحد في فترات طويلة، حيضطروا إنهم يواجهوا بعض طول الوقت. هنا نشوف شيء، في ناس كثير قالوا والله نسب الطلاق حتزيد، في ناس قالوا لا والله بالعكس هذه وطدت العلاقات بين الأزواج لأنهم صاروا يعرفوا بعض أكثر. هنا تعتمد، نرجع تاني نفس الموضوع، العلاقة اللي هي بينهم أصلا من قبل الزواج، ردود أفعالهم في المشاكل، لأنه فعلا هنا تبدأ الصفات والكاركتر والبرسوناليتي وطبيعة الشخصية تظهر الآن. لما تحصل أزمة يبدأ الإنسان يظهر على حقيقته. في حاجة كمان كبيرة جدا تحصل في جميع الأسر لما تمر بأي نوع من الأزمات، حتى لو أزمة بسيطة، اللي هي فكرة تبديل الأدوار. إيش معنى كلمة تبديل الأدوار؟ في أي علاج أسري، اللي بيدرس علاج أسري أو شيء، دائما يعرف إن كل شخص في الأسرة ليه دور معين في الأسرة هذه. في دور مكتوب له موجود في السيناريو، يعني هو اتحط في هذا البيت وهو اسمه كده، اللي هو إيش؟ دور الزوج، دور الأب، دور الأم، دور الزوجة، الأولاد، الأخت الكبيرة، الأخ الكبير، الأخت الصغيرة، وهكذا. الجدة مثلا إذا موجودة في البيت، كل واحد ليه دور. هذا الدور اللي هو مكتوب، اللي الناس من برا يشوفوه بهذا الشكل، لكن حقيقة في أدوار مخفية أو في تبادل في الأدوار، ممكن يكون موجود مستمر مع الأسرة، وأحيانا يكون الدور هذا يظهر فقط وقت الأزمة. مع الأزمة هنا
ديفينتلي يعني اكيد جدا انه حصل تبادل الادوار. لو حصل، لو مثلا انه الاسره هذه كانت الزوجه عملها صحي فهي مضطره انها تطلع، في حين انه الزوج مثلا وظيفته حكوميه والدوائر الحكوميه مغلقه، فعمله في البيت او عمله يعني من منزله ما يقدر يروح الشغل. هنا طبيعي جدا انها تتغير الادوار. الزوج مجبر انه الان يقوم بدور الام في البيت، هو اللي حينتبه للاولاد، هو اللي حينتبه لاكلهم، هو اللي حينتظر زوجته لما ترجع من العمل، وبالتالي هي حتكون مسؤوله مثلا عن العائد المادي. مش غلط الموضوع، لكن لازم نفهم انه حصلت لعبه تبادل الادوار. ممكن البنت الكبيره يحصل معاها ايش؟ ان هي تلعب دور الام مع اخوها الصغير، لانه الام خرجت برا البيت، فصار الان في اختلاف في الادوار. اختلاف الادوار هذا مفيد، لكنه كمان مخيف اذا احنا ما كنا مستوعبين. كيف؟ خلينا نقول نفس القصه او نفس المثال اللي انا اعطيته الان. لو البنت الصغيره هذه او البنت او الاخت الكبيره اخذت دور الام، صارت هي مهتمه باخوانها الصغار، وهي اللي تهتم في مذاكرتهم، تهتم في اكلهم وما الى ذلك. حصل انه هذه البنت عملت خطا ما اللي هو في سنها، الام كيف حتعاملها هنا؟ لازم تعاقب، لازم تقوم ترجع مرة ثانية تاخذ دورها اللي هو دور الأم. ايش اللي حيحصل في عقل البنت الصغيرة؟ حيحصل كونفيوجن، حيحصل لخبطة. أنا ايش دوري في الحياة هنا؟ ساعة تعطيني دور الأم وأصحى بدري وأقوم وأشتغل وأنظف وأسوي وا 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 وا، ما في لا شكر ولا حمد، لكن في المقابل أول ما سويت غلط نزلت من أعلى الهرم إلى أسفل السافلين وصرت طفلة بعاقة. إيش الحل؟ هنا نجي لمعرفتنا بفكرة الأدوار هذه. كل أسرة محتاجة تجلس مع نفسها، بالذات الكبار طبعا، الوالدين لازم يعرفوا هم أعطوا مين دور إيش، ولما يعطوه هذا الدور لازم يفهموا إنه هذا الدور دور مؤقت، ما هو مستمر، مو للحياة كلها، مو في جميع النواحي كمان. وفي المقابل التشجيع، يعني البنت الكبيرة هذه كأم أو يعني أنها أخذت دور الأم، محتاجة أنها تعطى شوية تشجيع، تعطى شوية اهتمام. حتى نوعية عقابة ما حيكون عقابة مثل الأطفال الصغار الآخرين. نرجع ثاني لقمة الهرم اللي هم الزوجين اللي هم جالسين في بوز بعض وقاعدين ومتضايقين ومعصبين ومتبادلين الأدوار وما إلى ذلك. في احتياجات مهمة في فترة الأزمة محتاجين أنهم يتعاملوا معها. منها أول حاجة إنه الاحتياجات الأساسية الآن هي الأهم. بمعنى صح الحب حاجة كبيرة، أهم من الأكل وأهم من الشرب وكل شيء، لكن ممكن التعبير عن الحب في هذه الفترة مش بالكلمات الرومانسية، يكون بأنك أنت تسمع الشخص الآخر، تعرف هو إيش الشيء اللي بيضايقه، إيش الشيء اللي مزعله، إيش المشاكل اللي بيمر فيها. هذا هو الاهتمام، توفر له الأشياء اللي هو تشعره الأمان. الأمان حتى لو صحي، يعني مثلا والله هي أو هو خاف إنه يكون مصاب بكورونا في الفترة هذه، إنك تحاول تتصل بدكتور، إنك تحاول تحل له المشكلة هذه في هذه الفترة أهم بكثير من قصيدة شعر تبعتها للشخص الآخر. نحاول بقدر المستطاع إنه إحنا نتجنب الذنب، يعني الفترة هذه ما هي وقت إنه to criticize the other، انه نبدا ننتقد الشخص الاخر، انت والله بتسوي كذا، والله غلطان انك عملت كذا، مو وقته. كل انسان الان عنده حمل معين لا يستطيع ان يتحمل المزيد، فموضوع الكريتيسيزم نخليه على جنب، الانتقاد على جنب، رمي المسؤوليه على الشخص الاخر، انت السبب. وهذه واحده من التكنيكس اللي احنا دائما نستخدم في العلاج الاسري، نسميه الهوت بوتيتو تكنيكس او اللي هي البطاطا الحاره. عادة لما اثنين يتخانقوا مع بعض كأنهم ماسكين بطاطس حارة، لما تمسكها تلسع ايدك، فايش يعمل الشخص؟ يروح يرميها في وش الشخص الثاني، الثاني يمسكها بايده يتلسع يروح يرميها في وش الشخص اللي قدامه. انا كشخص امام الشخص الثاني ايدي اتحرقت والشخص اللي امامي كمان ايده اتحرقت، هل اتحلت المشكلة؟ هل تخلصنا من الحرارة؟ ما تخلصنا من الحرارة. وهذا اللي يحصل في الخلافات الأسرية، انه هو يرميها بشيء وهي ترميه بشيء، انت الغلطان، لا انت الغلطان، انت لو عملتي كذا كان صار كذا، انت لو عملت كذا كان صار كذا. في حين انه لو كل شخص اعترف بالشيء اللي عمله
واعترف للآخر بالشيء الإيجابي اللي عمله يكون كويس. طبعا أنا قاعدة أتكلم في أشياء كثيرة مثالية، مش كل الناس نقدر نسويها، لكن حلو إنه بعد فترة خناق أو خلاف الإنسان يجلس مع بعضه، مع نفسه، مع بعضه يجلس مع نفسه ويراجع اللي سواه، إيش اللي سواه. أنا طول الوقت قاعد أنتقد، طب ما أي مشكلة، وهذه شيء من الأساسيات في أي علاقة، أي مشكلة فيها طرفين، لا يمكن واحد بس يكون الخطأ، لا يمكن. حتى لو دائما أنا أقول حتى لو ظالم ومظلوم، يعني أنا لو ظلمت شخص، الشخص الثاني يتحمل إنه هو خلاني أظلمه. صحيح النسبة مش متساوية، يعني أنا علي 90% بس هو عليه 10%، لازم يتحمل ال 10% اللي موجود. يعني نحتاج في العلاقات الزوجية أن نتذكر الأشياء الجيدة اللي كانت بيننا، السبب اللي خلانا إحنا أصلا في علاقة مع بعض من أصله. هذه الأشياء الإيجابية تخلينا نستمر في العلاقة. من أهم الأشياء الأخرى في العلاقة الزوجية اللي هي حل المشكلات أول بأول. يعني أنا من الأشياء اللي أنا ألاحظها إنه مثلا يجوني في عيادة العلاج الأسري أو الزواجي، يجيني يقول لي انه في مشكله، او هي تقول لي انه في مشكله وكذا وكذا وخلاص انا ابغى انفصل. لكن الحقيقه مش هذه هي الشيء اللي جابه، مو هذه هي المشكله اللي جابته، هي عباره عن تراكمات من مشاكل لم تحل من البدايه، حتى لو كانت صغيره، تتراكم 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 حتى تاتي القشه التي تقصف ظهر البعير وتخرب لهم كل اللي فات. ولذلك لما نشوفهم في الجلسه ايش اللي يصير؟ احنا نكون نتكلم في مشكله والمشكله بدات تنحل، لكن ايش اللي يحصل؟ تتذكري قبل سنتين لما قلتي لي كذا 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 كذا، تفتكر قبل 5 سنين لما انت تركتني عند بيت اهلي وكذا وكذا وكذا، تتذكر يوم الفرح فلانة لما عملت كذا. الذكريات هذه كلها سلبية وما تحلت في نفس الوقت، ما خرجوا بريزولت بنتيجة معينة تخلي لما تيجي مشكلة ثانية يعرفوا يحلوها. فواحدة من الأشياء المهمة اللي هي حل المشكلات، هذه باختصار الأشياء اللي مطلوبة مننا في الفترة الحالية. نيجي ننزل شوية من الأطفال، من الهرم اللي هو الزوجين، إلى موضوع الأطفال. إيش مشكلة الأطفال في وضع الكورونا؟ طبعاً إحنا محجورين، حبس، ملل، خوف، خوف كبير، إحنا إيش اللي حيصير بعدين؟ عادة إحنا كأبهات أو أمهات دائما نبحث انه نلاقي لاطفالنا شيء يخرجهم من الملل، دائما بندور لهم على سفر، بندور لهم على لعب، بندور لهم على مناسبات يروحوها، اشياء كثير بنحاول ندور لهم عليها. الان احنا ما احنا قادرين نسوي لهم ولا شيء. فموضوع الملل، الخوف، الروتين المستمر، لخبطه النوم اللي عندهم، لخبطه الاكل، لخبطه الشهيه، موضوع الدراسه، في مشاكل كثيره صايره معاهم. مسألة اللي تكلمت عليها قبل شوية اللي هي مسألة اختلاف لعب الأدوار. بدأوا الأطفال يسأل هي ماما صح هذا دورها ولا الدور هذا مو صحيح اللي بتلعبه؟ أختي الكبيرة ليش هي اللي واخدة المسؤولية الآن؟ ليش ماني لاقية أمي في الوقت اللي أنا محتاجتها فيه؟ وهكذا. من الأشياء المزعجة كمان جدا حقيقة في موضوع الأطفال وأزمة كورونا انه الطفل دائما يشوف والده ووالدته، يعني هم اللي عندهم المعرفه الكامله بكل شيء. احنا وصلنا لمرحله انه احنا عارفين نرد على اولادنا. اي سؤال يتسال صار صعب علينا، متى نخرج؟ متى ناكل؟ ايش حناكل؟ حنجيب من برا ولا ما حنجيب من برا؟ حنسافر هذه السنه؟ حنروح المدرسه السنه الجايه؟ اللي عنده أولاد رايحين جامعة حيدخل الجامعة ولا ما حيدخل الجامعة؟ أمور كثيرة بيسألونا إياها وإحنا ما إحنا عارفين نرد. هذه حتى الأرض تحت الأطفال بدأت تتهز، لأنه عادة أمانهم وثقتهم تيجي دائما من الوالدين، دائما عندهم أسئلة. حتى لما نقول للأطفال ترى إن شاء الله حنخرج بكرة، ماما لا تقولي إن شاء الله، قولي أكيد، لعدم فهمهم فكرة إن شاء الله. لهذه الدرجة إنه خلاص الأم أو الأب لما يقولوا حنعمل هذا الشيء معناه حيصير هذا الشيء. الموضوع حتى عقابهم، المحاسبة صعبة، صعبة علينا، ما عندنا حتى وسائل إنه إحنا نربي الأطفال بالطريقة اللي إحنا قاعدين نفكر فيها إنه نربيها. نيجي للطرق المفروض نستخدمها. أهم شيء نحاول نبعد قدر المستطاع برضو عن العقاب.
موضوع العقاب الآن مو وقته. يعني عادة الطفل، ما أعرف سامعين أو ما أنتم سامعين، الصوت واضح، في أحد كأنه بيشتكي. أكمل. إذا محتاجين قدر المستطاع إنه نبعد عن، شكرا، نبعد عن العقاب، التشجيع الدائم، المحاولة. إنه طبعا هذا اللي سووه جميع الناس، وهذه كانت شيء من الأشياء الجميلة اللي حصلت في الأزمة، إنه الناس بدأوا يعملوا نشاطات مع أطفالهم، سواء طبخ، سواء رسم، سواء ألعاب إلكترونية، بدأوا يعني يعملوا أشياء مع الطفل. بس هذا مشكل في أي حد، إحنا نجلس مع أطفالنا مهما كان السن. ما في حاجة اسمها طفلي والله صغير ما حيفهم، لا، محتاجين نجلس، محتاجين نسألهم عن طبيعة مشاعرهم. يعني يمكن اللي حضر معايا قبل كده يشوف، أنا بالنسبة لي موضوع المشاعر محرك أساسي في جميع الأشياء. فلازم نجلس معاهم ونتفاهم على موضوع انتوا حاسين بإيش؟ ترى قد يكونوا خايفين بس مو قادرين يعبروا، قد يكونوا غضبانين بس مو قادرين يعبروا. في أشياء كثيرة من المشاعر موجودة، لكن لأنه ما حد سألهم، الشيء الوحيد إحنا طفشانين. يمكن الكل يوافقني الآن، أي بيت السمة المميزة الملل، إحنا ملانين، إحنا طفشانين، ما إحنا عارفين إيش نسوي، حتى لما نخرج ما إحنا مبسوطين. بس مش هنا الأساس، الأساس في خوف، الأساس في عدم ثقة، الأساس في في شك مستمر، إحنا ما إحنا عارفين إيش اللي حيصير بكرة. فأنا أطلب من الجميع الآن إن نعمل جلسات مع الأولاد. أنتوا حاسين بإيش؟ إيش الفكرة اللي وراكم؟ على فكرة في كثير من الأطفال الآن رجعت فكرة الموت عندهم. هي طبعا موجودة، تيجي من 7 سنين إلى ما فوق يبدأ الطفل يفكر في فكرة الموت. إحنا فين كيف حنموت؟ وأهالينا حيموتوا ولا لا؟ ولما نموت فين نروح؟ الفكرة الآن خلاص متبلورة. شايفين حوالينا في ناس بتموت، في ناس بتمرض أمراض خطيرة، مو بس الكبار بيموتوا، عندهم خوف حتى على، مش على نفسهم بس، حتى على الناس اللي بيحبوهم. وقد يكون في بعض البيوت يعني وفيات. إذا إحنا ما تكلمنا معاهم، إذا ما تفاهمنا معاهم في هذه الأمور، طبعا بيصير المسألة جدا مزعجة. لو نزلنا شوية من الأولاد إلى الإخوان حنلاقي نفس الوضع، اللي هي العلاقة بينهم قد تتوطد أكثر وقد تتضرر على حسب كيف هم تعاملوا مع الأزمة، وكيف الأهل حاولوا إنهم يقربوا الإخوة من بعض في هذه الفترة. موضوع الوجبات العائلية مهمة جدا، موضوع إنهم يجلسوا يتفرجوا مثلا على فيلم مع بعض شيء مهم. زي ما قلنا الأكتيفيتيز والنشاطات الناس ما عندها صعوبة فيها، لأنه الأهل عندهم طفش فهم قاعدين يساعدوا عيالهم في هذا الموضوع، هذه ما عندنا مشكلة. أهم شيء إنه الكلام، الحديث، التعبير. والتعبير دائما ترى مش بس لفظي، التعبير حتى بالإيماءات، بنبرة الصوت، باللمسة الحنونة، اللمسة الدافئة. الأولاد الفترة هذه، وإذا انتبهتوا ترى أغلب الأولاد الآن يجوا من فترة تانية يحضنوا يخمخموا في أهاليهم، لأنهم يبغوا يحسوا بشعور بالأمان. آخر شيء في العلاقات لليوم حنتكلم عن الصداقة وكورونا. الصداقة عموما هي من أهم العلاقات الإنسانية الإنسان بيدور عليها في حياته، وكثير من الدراسات أثبتت أن الإنسان إذا كان عنده علاقات اجتماعية وصداقات قوية وكويسة بتزود حتى، مش بس في صحته، بتزود حتى في عمره الافتراضي. متصورين لأي درجة؟ إنه الناس اللي أعمارها بتتفوق 80 وعايشين لفوق 80 عادة بيكونوا محافظين على علاقات إنسانية جيدة في حياتهم. لذلك الصداقة جدا مهمة. نرجع نقول في الفترة الحالية الأزمة زي كده تعتبر مطب من المطبات اللي تمر فيها أي علاقة صداقة. ليه؟ واحد من الأشياء إنه الإنسان يختلف في تصرفاته من الوقت اللي هو في وقت الرخاء والراحة من وقت الأزمة، زي ما نقول إحنا يبان على حقيقته. فناس ردت فعلها للأزمات مختلفة، وإحنا شايفين في البيت الواحد في اللي ردت فعله هادية، وفي اللي ردت فعله يعني متوترة وقلقة، وفي اللي ردت فعله عنيفة مختلفة. وبالتالي الصداقات نفس الشيء. ونتوقع دائما إنه بعد ما تمر الأزمة يا إما العلاقة هذه تقوى، أو في علاقات تنتهي بشكل نهائي بعد الأزمة.
إيش اللي حصل؟ إنه ما توافقوا في ردة الفعل. ومعنى توافق معناه مش معناه إنه الاثنين لازم تكون ردة فعلهم واحد، لا، واحد رد فعل بطريقة، الثاني تحمل ردة الفعل هذا. واحد عمل شيء، الثاني تفهم ردة الفعل هذا. من الأشياء اللي يحصل إنه حتى التطمين، طريقة تطميننا في فترة الأزمات مختلفة من شخص لآخر. في شيء أنا أرتاح له ويعني أطمن به، وفي شيء ثاني لا. يعني مثلا الناس اللي يقول لك آه هي سهلات، كلمة العصر كمان، سهلات، الدنيا سهلات، كل شيء حيصير طيب، ما في إلا كم أسبوع وحتلاقي المسألة عدت. طريقة حلوة، ما هي وحشة، ما هي غلط، بس في إنسان ممكن يستفز من هذه الطريقة ويشعر إنها يعني إنسان أنت يعني بتهيف المسألة وبتهيف حتى طبيعة مشاعري، فهذه ممكن يخلي العلاقة تدم. أو الشخص الثاني السلبي، لا ما في فايدة وإحنا حنموت والأزمة حتقعد سنتين كمان، وحتى لما حتعدي إحنا حتصير حياتنا تختلف عن الأول. طريقة، ممكن إنسان يتقبل هذه الطريقة، في ناس كثيرة ما تتحملها. فأنا حتى لما أطمن أنا أحتاج أعرف الشخص اللي أمامي إيش محتاج مني بالضبط بالتطمين. ومن أهم الأشياء إني أنا أوافق الشخص، أو فاليديت، أو خليني كيف أسميها بالعربي، يعني أوافق على نوعية المشاعر اللي عند الشخص الآخر، ما أمزح عليها، يعني ما أتريق عليها، ما أجرحه، لا يا شيخ أنت مزودها، والله ما تخوف، لا 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 لا، أنت ما أنت رجال أنك تسويت كذا، ولا أنت ما أنت مؤمنة بالله يا شيخ، ليش تسوي كذا؟ فهذا يعتبر تهميش وتهييف للمشاعر مو من حقنا نسويها. كل إنسان في حياته حاجة ممكن يعني تتعبه. وكمان من الأشياء اللي نسويها، أنت شوفي العائلة الفلانية فيها مثلا ناس أصابتهم كورونا، قولي الحمد لله إنك أنت ما عندك. أنا عندي مشاكل ثانية، والمشكلة اللي عندي مهما كانت بسيطة في نظرك هي بالنسبة لي أعظم المصائب يعني. فاحترم مشاعري، احترم طريقة ردي وتعاملي مع الأشياء. هذه من أهم الأشياء في العلاقات الإنسانية. هذا باختصار العلاقات في البيت، العلاقات مع الأولاد، العلاقات مع الصداقات. أرجع أقول لكم الأزمة تؤثر، أو أي أزمة طبعاً مو بس أزمة كورونا، تؤثر في جميع العلاقات. وأزمة زي كورونا لأنها بانديميك موجودة في جميع أنحاء العالم، نلاقي إنها يعني بنتضرر حتى مع ناس بعيدين عننا، يعني عامل النظافة اللي في الشارع اللي كنا نسلم عليه ما بنشوفه الآن، البياع أو البياعة اللي هي في المحل اللي نسلم عليها، نخش المحل الآن متكممين، ما في الابتسامة حقت صباح الخير، مساء الخير، كيفك، إيش أخبارك، ما في مواضيع إلا عن الكورونا، وبعدين ما في الابتسامة، ما أنت قادر تبتسم. فعلاقات كثيرة متضررة، نتمنى من الله أنه نخرج منها بأتم الصحة والسعادة، سواء الصحة النفسية أو الصحة الجسدية، وأنه إحنا ناخذ منها دروس أنه كيف نحن نتعامل مع الأمور الحياتية بالشكل ده. زي ما قلت لكم ما في حاجة مثالية، الكلام اللي أنا قاعد أقوله احتمال نظري، لكن قدر المستطاع نحاول أنه إحنا من وقت لآخر ما دام عندنا وقت نجلس مع نفسنا، أنا أعتقد إن المشكلة مع الزوج حصل كذا كذا كذا، فصارت هذه المشكلة. نتجنب شوية إنه المسألة تتفاقم، أنا تعاملت مع بنتي بالطريقة هذه أو مع ابني بالطريقة هذه، أحتاج إني أنا أتراجع شوية عشان العلاقة تصير أفضل، وهكذا. أتمنى لكم التوفيق والسعادة والعلاقات الإنسانية القوية. إذا في أي سؤال أنا مستعد. أهلاً وسهلاً. في سؤال، هل التجاهل مفيد في ردات الفعل العنيفة؟ كلمة التجاهل بحد ذاتها أنا أحس أنها مزعجة للشخص الأمام، كأنه كلمة تطنيش. لا، هي ابتعاد لفترة معينة، هي شوية أنا أخلي المسألة تبرد وبعدين أرجع أتكلم، لكن ما تجاهل، لأنه زي ما قلنا الإنسان الثاني ليه أحقية أنه يصير عنيف، لأنه يكون معصب، أنه 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 فكلمة حتى تجاهل، حتى على فكرة تبان في تعابير وشنا. يعني بالنسبة لي أنا شغلي في العيادة أغلب شغلي على الـ non-verbal communication اللي هو التواصل الغير لفظي، ما نقول الكلام لكن في أشياء كثيرة تبين. يعني أنا لو عملت له الشكل ده ومشيت خلاص وضحت أنا ما أنت مهتم فيا الحين، طب معلش أنا هخليك الآن
لغاية ما أخف شوي. أوكي، ناس كثير مثلا زوجات تلاقيه هو بيتكلم وهي قاعدة تطبخ أو تسوي أي حاجة، هذا تجاهل، هذا أكيد حيزعجه. أو هي بتتكلم معاه وبتتناقش معاه في موضوع وهو قاعد ماسك الجوال وقاعد يلعب فيه، هذا يعتبر تجاهل. وزي ما قلنا الكلمة أو التعبير عنها ممكن تكون مزعجة. ماذا أفعل عند تأزم العلاقة بين الأخوة المراهقين؟ عندنا من الخير كثير. طبعا هنا نحتاج قدر المستطاع إنه المراهقين يتعاملوا معاملة خاصة. المراهق أول حاجة لازم نتذكر إحنا مراهقتنا، دائما أنا أقولها للأمهات هذا الشيء، إحنا نعتقد من أولادنا المراهقين إنهم حيكبروا كده على طول، حيصيروا من أطفال إلى أدلت أو إلى ناضجين بدون ما يمروا بمرحلة المراهقة، فأي خطأ يسووه إحنا غير قابلينه. ومشكلتنا الثانية كمان دائما نتعامل معاهم في بعض الأشياء أطفال، بعض الأشياء كبار، يعني لما نبغى منهم حاجة نتعامل معاهم أدلت كبار، لما يعملوا أي غلط نرجع ننزلهم أسفل السافلين ونتعامل معاهم كأطفال. فمحتاجين دائما إنه نتعامل معاهم بسنهم بمرحلتهم، نتفهم أوضاعهم، نشوف إيش المشكلة اللي بين المراهقين، إيش اللي يحصل في البيت اللي يصير فيه أكثر من مراهق، إنه إحنا حتى نستغرب كأهالي إنه شخصياتهم مختلفة. يا الله هذول من نفس الأب والأم، بينهم بس 2 أو 3 سنين لكن طريقتهم في التعامل مختلفة جدا. نحاول قدر المستطاع بما أنه الآن الحبس إجباري، هم موجودين في نفس المكان غصبا عنهم، ما عندهم الآن حكاية أنه والله واحد فيهم يروح لأصحابه، هذا يروح لأصحابه لحاله فتتحل المشكلة، هم مجبورين ببعض. فنحاول بقدر المستطاع بدون إجبار، بدون ما حتى نفرض الأشياء، إيش الشيء المشترك اللي بينهم ويبدأ يشتغل عليه. فيلم معين، التفريق بين الأطفال من الأهالي ترى يزود المشكلة. دائما إحنا برضو نحط المشكلة على الأطفال، وإحنا في يعني اللي بيعالج أطفال عادة نفسيا أو بيعالج أسرة دائما نعتقد الأساس الأهل مش الأطفال. الأطفال مهما عملوا هم أطفال، إحنا قدوتهم. فمن الأشياء الكبيرة اللي تزود الخلافات بين المراهقين اختلاف تعامل الأهل فيهم. طبيعي إنه إحنا يعني نعامل واحد بشكل وواحد بشكل تاني على حسب شخصيته، لكن بدون التفريق، بدون التمييز. شفت لأنه هذا أحسن منك في ده الشيء صار كده، شوف لأنه هو يعرف الشيء هذا أحسن منك فهو يصير أحسن. فبالتالي الأفضل إنه نبعد عن موضوع التفريق. أنا عمري 30 ولكن أهلي عاملوني كطفل. يعني أنا أشكرك إنك أنت عبرت عن هذا الشيء، وعلى فكرة في حاجة إيجابية في الموضوع حاجة سلبية. إنه دائما إحنا نسمع من الأهالي أولادنا حتى لو صار عمرهم 60 سنة لسه أطفال في نظري. هذا جزء أنا هذا أتقبله في ناحية العاطفة، في ناحية إنه يخاف عليا كأب وأم، كأنه لما أنا أحتاجه ألاقيه أتقبله. لكن في المقابل إني أنا عمري 30 سنة ويقول لي مثلا تتزوج فلانة ما تتزوج فلانة، أو إنه والله هذه الشغلانة تنفع لك أو هذه الشغلانة ما تنفع لك، أو تترك هذا الصديق أو غيره، هذا جدا صعب. تيجي هنا فكرة العلاقات، مين الغلط ومين الصح؟ بما أنك أدلت الآن وناضج حنحملك جزء من المسؤولية، يعني زي ما قلت لك دائما الغلط أو أي مشكلة بين طرفين الطرفين يتحملوه، لكن هم طبعا يتحملوا الجزء الأكبر. الجزء اللي أنت مفروض تكون مسؤول عنه اللي هو أنك أنت تبدأ تعامل، أنت تعامل نفسك كناضج. إذا أنت حسيت أنك أنت عمرك 30 سنة حتجبر اللي حواليك كلهم أنهم يتعاملوا معاك أنك 30 سنة، ومنهم الأب. من الأشياء اللي دائما تجيني في العيادة ألاحظها حكاية أنه خايف من عقوق الوالدين. أنا أخاف إن أنا لو قلت لهم لا أنا كده عقيتهم، أنا أخاف لو سويت هذا الشيء أمي ولا أبوي يغضب علي. محتاجين نفهم الفرق بين إنك أنت ترضاهم في الأشياء اللي هي مطلوبة منك، تبرهم، إنك تعطيهم احتياجاتهم، تسوي لهم اللي يبغوه، ما تعلي صوتك عليهم، ترد عليهم بردود كويسة، في المقابل إنك أنت تكون ليك حياتك المستقلة، إنك أنت تبدأ تاخذ قراراتك بنفسك، كيف تحل مشكلاتك بنفسك.
عندي أشخاص كثيرين يزعلوا إنه أهاليهم يعاملوهم كطفل، وفي المقابل هم يتعاملوا كأطفال. يعني لما أنا أجي كل شوي والثاني أجي لأمي ولا لأبويا، أنا عندي هذه المشكلة، إيش أسوي؟ أنا تعبان، إيش أعمل؟ أنا كذا، إيش أسوي؟ طب ما أنت حطيت نفسك في هذا الدور، بالتالي هم كيف يعطوك المسؤولية؟ كيف يحسسوك بعمرك؟ فإحنا محتاجين طيب إيش في كمان؟ ما في أسئلة؟ نتوقف هنا. أيوة هنا، كيف أقدر أفهم الوالدة أن الحجر في مصلحتها؟ الآن هي فاهمة أن عندها مرض معدي ورافضة فكرة التباعد. يعني هذا ما له علاقة بموضوع العلاقة الأسرية، هي تعتمد على شخصيتها. يعني واضح أنه الوالدة اللي ما هي متقبلة منك كبنت أنك أنت تقولي لها هذا الشيء، يمكن تحتاج أحد يكون أكثر يعني أكبر منها، أو إنه شخص هي تثق فيه أكثر. مو إنه معناها أنا ما تثق فيكي، بس إنه محتاجة أحد هي تقدر تسمع كلامه، أو اللي هي البرامج التلفزيونية، لأنه كثير أوقات الأمهات فعلا ما يسمعوا. يعني أنا كطبيبة والدي ما يسمع كلامي، أنا لما أقول له حاجة محتاج يستشير طبيب، ما هو مقتنع لحد الآن إن أنا دكتورة. فمحتاجة يمكن إنك أنت توصلي لها بأحد أكبر، أحد يعني أخ أكبر مثلاً، أو أي أحد هي تقتنع بكلامه. إيه؟ إنه من ناحية إن هي تبغاكم حواليها، طب خليكم حواليها، إذا ما عندكم مرض خليكم حواليها، حرام. أنتوا عارفين يعني هي فكرة التباعد، أنت تتباعدي عن الناس اللي هم عندهم المرض. إذا كان ما عندك مرض وهي أصلاً قاعدة معاك في البيت، مو معناها إنك أنت تكوني أنتم محجورين. أوه طيب أنا آسفة، يحتاج دكتور يكلمها حقيقة إذا هي ما هي قادرة تتفهم هذا الموضوع. وأعتقد أن عندها خوف، يعني أنا أقدر أفهمها، هي الآن مو حكاية أنها بس تبغاكم عاطفيا، أنا أعتقد عندها خوف، خوف عليكم، خوف على نفسها، وفكرة أنه إيش اللي حيحصل. يعني محتاجة يمكن دعم، تقدر تدعموها بالتليفون كثير. فهمت عليك، الله يشفيها يا رب ويخلصكم من هذه الأزمة. يحتاج لها بس هدوء، وتحاولوا قدر المستطاع تدعموها عاطفيا أكثر من أي شيء ثاني. يعني ما يحتاج تدوها يمكن فاكس أرقام وما أرقام حاجات تزعجها، بس محتاجة دعم عاطفي أكثر. طيب في أي أسئلة أخرى؟ أشكر. في أسئلة قبل بس أنا ما وصلت لها، معليه ما أقدر أشوفها قبل كده. على العموم أشكر لكم حسن الاستماع، وأتمنى أني أكون ضيف كنت ضيفة خفيفة عليكم. يا رب المعلومات تكون استفدتم منها، وأتمنى لكم مرة أخرى صحة نفسية وسعادة دائمة. إلى اللقاء، مع السلامة.